عندي تراث بري بدوي اماراتي خبر دي. احنا عندي خبره شيبه هذا الوحيد اللي باقي الحين ما حد يجي قدامه بعد بالعلم بالدنيا. يا عين اللي يا عين اللي هل السعن القديم يا عين الأول شغل بري بحري يعني نصير البحر وفي البر عند الجمال نكد الجمال ما في شركات ولا في شيء في البحر في البحر اللولو الحين بسلندرات يغوصون الأول يأخذ 3.5 دقائق أو حد من 4 دقائق يأخذ. لا أنا ما أغوص أنا فوق أفلج أقص المحار وأطلع اللولو. عمري ذاك اليوم يمكن عمري 12 خمس سنين صرت الغوص. الأول ما في سيارات عندنا نحن الأول الجمل ما شاء الله عليه أحسن من لكسس هالحين يقولوا لكسس على ظهور الجمال من بوابي ليل العين 7 أيام يأخذون مساكين. إذا ما رحت البحر ما تكسب شيء. اللي عنده مرزق اللي عنده جمال وعنده غنام عايش. الأول ما كان عايش اللي عنده فلوس يشتري ما عنده فلوس ما يشتري. بعدين المدرسة نحصل في الأسبوع ساعة ونص يعني ساعة ونص وش نسوي في الأسبوع كل في الأسبوع مرتين كل مرة ساعة ونص المدرسة. وما شاء الله علينا ذكيين وتعلمنا تكلم الإنجليزي. المدرسين واحد يسمونه إنجليزي مستر من بريطانيا أكيد مستر ديلي وواحد هندي مستر نارين. يمكن نحن كنت قاسينا في التعليم في بدايات التعليم لكن اللهم لك الحمد الآن وصلنا إلى مراتب كبيرة ولله الحمد. نحضر على الماجستير الأولي والماجستير الثاني ونحضر على الدكتوراه. هذا كله من فضل من الله ثم فضل الشيخ زايد الله رحمه ويغفر له ومن بعده عياله. كان يحب البدوان يخالطهم يقعد وياهم يمازحهم. البدو عايشين على خيام بنا لهم الشعبيات بنا لهم البيوت بنا لهم المدارس دخلوا عيالكم المدارس. فكان يمشي معاش للأطفال اللي يون يدرسون يمشي لهم معاش ويمشي لهم فوق هذا لبس. الحمد لله على الخير والنعمة.